لك اختبار تاني، قولي. عايزك تقولي الو. الو، ايوه، الو الو الو، دي نهله سامح. ايه ده، بسم الله ما شاء الله. كابتنو كابتن نهله سامح، كابتن فريق الطايره للفولي سيدات، برحب بيكي. اهلا بحضرتك، ازي ايه حضرتك؟ الاخبار، عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام الحمد يعني. لله. شروق موجوده معانا اهي ومنوره، واكيد طبعا وجودك ككابتن الفريق وقائد اكيد شيء مهم جدا يعني. ف تقولي ايه لشروق هي موجوده معانا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها، تدريبات البيت طبعا وتوقف النشاط، وكان حلمها ان هي تحقق بطوله افريقيا السنه دي، بس يعني ما حصلش نصيب وكل حاجه اتاجلت. طبعا هي الفتره دي طبعا فتره صعبه جدا يعني، حتى انا وشوق يمكن كنا لسه بنتكلم النهارده عن الموضوع ده والتمارين وبنعمل ايه في البيت وكده، طبعا في ظل توقف النشاط. وطبعا هو للاسف احنا اللي مضايقنا اكتر في موضوع ان النشاط وقف ده، ان كان خلاص يعني قربنا نخلص، كان فاضل لنا ده حقيقي، ممكن ما كانت خمس لسه اربع بتقول لي ماتشات وكنا بنستعد للبطوله الافريقيه خلاص. فده ممكن اللي مضايقنا شويه، اللي هو ان احنا كنا خلاص فعلا قربنا من البطوله الافريقيه وكانت على ارضنا، ويعني يعتبر مجهودنا اللي كان كل السنه ده اللي فاتت دي كلها قاعدين بنتمرن عشان البطوله الافريقيه وكنا خلاص قربنا وفي الاخر النشاط وقف يعني. فطبعا يعني طب كان حلمنا كلنا بصراحه. طب شروق بقى تقول لها ايه وهي موجوده معانا؟ طبعا شروق يعني طبعا تعتبر من افضل المعدين الموجودين في مصر وافريقيا، وبشكرها طبعا على كل يعني انا لعبت معاها يعني كتير جدا، لعبنا مع بعض ممكن من ساعه ما هي طلعت الفيرست تيم من 2013، فيمكن بقى لنا 7 سنين اهو مع بعض في الاهلي وفي المنتخب وحققنا بطولات كتير مع بعض. فانا طبعا بشكرها على كل ده وبشكرها على اللي هي بتقدمه للفريق، وان هي دلوقتي من اللعيبه الكبار اللي في الفرقه، وعايزه اقول ان هي كمان بتساعدني كتير جدا يعني، ان انا كابتن الفريق وهي معايا بتساعدني كتير جدا مع الفرقه يعني. فبشكرها طبعا على كل ده وبتمنى لها ان شاء الله مزيد من النجاحات والالقاب الشخصيه والبطولات ان شاء الله. كابتن نهله، يمكن انا سالت شروق عن العروض اللي جت لها جوه مصر، فعيله الزمالك كلموني يمكن يعني كلام شافه كده، وعرضوا عليا ان هم يعملوا لي دبل السالري اللي انا باخده في النادي الاهلي، فهي رفضت. هل الكلام ده بالنسبه لك زي الاجابه بتاعت شروق، الموضوع بالنسبه لك مقفول ولا ممكن تفكري؟ هو طبعا حصل قبل كده بس يعني صعب صعب صعب، حتى مش الزمالك بس، هو صعب ان الواحد ممكن يطلع يلعب بره النادي يعني. انا بلعب في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، فالموضوع صعب شوية جدا بالنسبة لي حتى كتفكير ان الواحد ممكن يفكر انه يلعب في حتة تانية غير الاهلي، الموضوع بيبقى صعب شوية. طبعا هيبقى صعب صعب كتير، فهو استحالة برضه بالنسبة لي مثلا بالذات كمان يعني. طبعا الاحترام كله للنادي الزمالك وكده، بس طبعا يعني برضه صعب لما يكون حد متربي في النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك من وانا عندي 8 سنين ان انا ممكن اروح نادي الزمالك، الموضوع صعب يعني. طبعا وكامل احترام لنادي الزمالك طبعا، لكن الموضوع بالنسبه لي هيكون صعب جدا، استحاله. كابتن نهله بتفكر امتى يعني تنهي مشوارها في كره الطايره؟ هل بالنسبه لك الموضوع بدات يعني تفكري فيه بشكل عام، ولا الموضوع بالنسبه لك طالما في عطاء وانت موجوده فبالنسبه لك مفيش مشكله؟ لا الحمد لله، طول ما انا ادي في الملعب والحمد لله كنت مأديه كويس حتى في اخر بطوله مع المنتخب تصفيات الاولمبيات، والحمد لله طول ما انا واقفه على رجلي وادي بشكل كويس وفي نفس مستوايا، فانا ان شاء الله مستمره. بس وبالذات ان انا يعني اعتبر برضه مديه حياتي كلها للفولي يعني، حتى انا رفضت يعني ان انا اشتغل او اتجه لاي حاجه عشان الفولي، فيمكن يعني انا هستمر لغايه لما احس ان انا اكتفيت. وكمان ان انا يعني مستوايا مش زي الاول، لكن الحمد لله حتى الان يعني الحمد لله الحمد لله قد ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق يا كابتن نهله، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وبشكرك على وجودك معانا. نروح لتليفون مهم جدا بقى شروق، مع اسطوره الطايره الكابتن توتو. كابتن تهاني توسون، يا كابتن برحب بيك. يا كابتن، ايوه، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ كله تمام؟ ايه اخبارك؟ ايه منورانا، ربنا يخليك، كله تمام يعني. شروق بقول لها مثلك الاعلى مين؟ قالت لي الكابتن تهاني، فقلت لها بس كده، فعلى طول جبنا حضرتك على التليفون يعني. وطبعا منورانا ومشرفانا معانا طبعا شروق فؤاد، ونجاحات بسم الله ما شاء الله بتحققها في النادي الاهلي، وبالتالي وجود حضرتك معانا شيء مهم، علشان بقى تقولي لها كده كلمتين حلوين علشان ينفعوها في مشوارها الخاص بكره الطايره. ايه والله طبعا برحب بيكم، انا مبسوطه ان طبعا مع حضرتك ومع لعيبه بقيمه شروق، لان شروق دي من اللعبات المميزات اللي اشتغلت على نفسها كويس. انا مرنتها وهي في الناشئات في النادي الاهلي لما كنت ماسكه الفرقه في النادي الاهلي، طبعا من يومها وهي لعيبه مجتهده.
عموما يعني كل ما بتجتهد بتلاقي حاجه كويسه وربنا بيوفقها وبتعمل ماتشات كويسه وبطولات كويسه، وبتمنى لها ان شاء الله انها تحقق اكتر من كده، ولو في فرصه للاحتراف بره يا ريت تنفذها. يعني هي يا كابتن كانت بتقول لي انا مش غاليه غربه، انا لو جات لي في اوروبا عشان اتفسح واسافر اوكي، لكن في افريقيا او في شمال افريقيا او في اي حته ثانيه انا مش موافقه. خلاص. لا والله ليه، ما اوروبا وافريقيا، افريقيا بقت جامده برضه. هي عايزه اوروبا عشان تتفسح. انا قريت الكلام ده. روحي الكاميرون؟ لا روحي كينيا كويسه. اه جميله. ينفع كده يا كابتن تاني؟ يعني حتى دول افريقيا دلوقتي بقى المستوى كويس وقريب من المستوى العالمي، يعني هم ادوا في بطوله العالم كان ما فيش فرق بينهم وبين فرق اوروبيه يعني، فاعتقد المستوى حتى في افريقيا بقى كويس. احتكت كتير مع المدارس الاوروبيه، فممكن يبقى ليها فرصه في انها تبقى محترفه في اي بلد اوروبيه كمان يعني. طب شو تقولي للكابتن تهاني، يعني مثلك الاعلى واحده من اللاعبات التاريخيات في مصر وهي اسطوره، فتقولي لها ايه؟ كابتن توتو اصلا في حته ثانيه يعني. كابتن توتو ما فيش اي حد دلوقتي جه خليفه تهاني توسن، دي حاجه لسه ما حصلتش. انا كنت بحلم ان انا اتمرن معاها لما انا كنت صغيره، كنت بشوفها وهي بتلعب حاجه يعني قدوه يعني لاي حد ان هو يتعلم منها في كل حاجه بقى، اخلاقيا ومهاريا وفي كل حاجه بجد. وليا الشرف طبعا ان انا هي مرنتني يعني، وكانت بتوجهني دايما برده في الماتشات والتمرينات والحاجات دي. فكابتن توتو يعني انا بحبها جدا يعني، واحنا كمان بنحبك يا كابتن وبنقدرك جدا، واكيد طبعا يا كابتن كنا مبسوطين ان حضرتك موجوده معانا. فبشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك. كابتن تهاني توسم، بيفرق معاكي او بيفرق